انعقدت جلسة يوم الخميس الماضي، وكانت هذه الجلسة طويلة، وقدمنا فيها جميع الإثباتات والصور وصورة الجرافة وهي مقتحمة المقبرة وتجريفها للأرض التي نحن الآن عليها، وقامت بنبش القبر الذي هو بجوارنا الآن، وظهور مجموعة العظام التي تم تبيانها للمحكمة وأظهرناها لها. هذه الجلسة كنا نتأمل بها خيرا، وكنا متفائلين بأن القاضي سيصدر قرار بمنع استمرار الأعمال في هذه المقبرة، لكن للأسف وبحجج واهية أصدر قرار باستمرار العمل في المقبرة، وكان هذا مذهلا. كانوا في تصريحهم وروايتهم أن لم يكن هناك جرافة دخلت المقبرة، فأثبتنا بالصور الدامغة أن الجرافة دخلت المقبرة ونبشت وفعلت ما فعلت، وكان هذا حقيقة حرج كبير لهم. الآن أصدرت المحكمة قرار باستمرار العمل في المقبرة، هذا القرار سنستأنف عليه اليوم، وإن شاء الله آخر النهار بكون الاستئناف مقدم بإذن الله تعالى، وسننظر في محكمة المركزية بإذن الله تعالى على قرار آخر إن شاء الله يكون لصالح المقبرة وصالح الأموات في هذه المقبرة. نحن ذكرنا في بداية الصراع أننا لا نعول على محاكم الاحتلال، إنهم هم القاضي الحاكم والمقرر، يعني هم طرف في الصراع، لذلك هو يحابي الجهة الأخرى، وهو أيضا نفس القاضي هو مستوطن ويرغب ويتغول على أراضي العرب والمسلمين في الأرض في القدس، وهو جزء من عملية الاستيطان، نفس القاضي، وأيضا هو يرغب في طمس هذا المعلم وهذا المشهد من مشاهد المدينة العربية الإسلامية، ويرغب في تهويدها وتحويلها إلى مشهد إسرائيلي يهودي. هذه المقبرة هي تتمة لمقبرة اليوسفية التي هي خلفنا، وهي تسمى مقبرة الشهداء أو صرح الشهداء، بني عليها صرح الشهيد، وذلك إذانا وإشارة للشهداء الذين قضوا في الدفاع عن مدينة القدس في على أسوار المدينة من الجيش العربي الأردني، وكذلك في متحف، ومن شباب مدينة القدس الذين شاركوا ودافعوا عن مدينة القدس. هذه المقبرة وبجوارها قبر جماعي لهؤلاء الشهداء الأبطال الذين قضوا في الدفاع عن مدينة القدس. كذلك هناك مجموعة وعدد كبير من القبور التي غير ظاهرة في هذه الأرض، ودليلنا على هذا ما حصل قبل في 10/10/2021 عندما دخلت الجرافة وحاولت تحفر في الأرض ثم نبشت قبر أحد الشهداء، وعليه نظن بل جازمين أن هذه الأرض وهذه المقبرة موجود فيها عدد كبير من موتى المسلمين ومن موتى مدينة القدس.